الليل رمز الروحانيات عند المؤمنين ورمز الفجر عند العصاة والغافلين. الليل عند المؤمنين والمستغفرين بالأسحار. الليل عند المؤمنين ركعتين قبل الفجر أحلى من الدنيا واللي عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتان يركعهما العبد في جوف الليل خير له من الدنيا وما فيها. الليل رمز. اللي يحب الليل لمناجاة الله حبيب إلى الله. ليلا مش صدفة، لا مش نهارا، لا ليلا ليلا. ولو مالكش نصيب مع ربنا بالليل فاقد حتة حلوة. لو مالكش حتة مع ربنا بالليل والليل كله يا نوم يا لعب يا 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 سرحان يا غفلة، خسران حتة حلوة قوي. ده هو ده الرمز. أوحى الله إلى داود عليه السلام: يا داود إن لي عبادا أحبهم ويحبونني وأشتاق إليهم ويشتاقون إلي. يا إذا فعلت مثلهم أحببتك. فقال داود: يا رب دلني عليهم. قال: يراعون الظلال في النهار، الظلال يعني مواعيد الصلاة، ويحنون إلى الليل كما تحن الطيور إلى أوكارها حتى إذا جنهم الليل وخلى كل حبيب بحبيبه نصبوا إلي أقدامهم وفرشوا إلي وجوههم، فأول ما أعطيهم أقذف من نوري في وجوههم. والثاني: لو كانت السماوات السبع والأراضين السبع في ميزانهم يوم القيامة لاستقللتها عليهم. والثالث: أقبل عليهم بوجهي. أفرأيت من أردت أن من أقبلت عليه بوجهي، أيعلم أحد ماذا أريد أن أعطيه؟ ما تسيبوا ركعتين بالليل، مش كل يوم، عشان الشغل، عشان التوازن بين المادية والروحانية، عشان عندنا شغل بالنهار وما نقدرش نعمل كده. امال ايه؟ يومين في الاسبوع، ورمضان بيقرب، 3 ايام في الاسبوع، في الويك اند. يعني ايه؟ يعني امتى؟ قبل الفجر بنص ساعة. احب وقتي الى الله، انا بين ايديك يا رب. وتزيح في البرد ده وانت تزيح اللحاف، تخش توطى وتقف وانت بتزيح النوم عن عينيك علشان تصلي ركعتين وتستغفر وتطلب طلباتك اللي انت عارف انه في الوقت ده بيقول: من يدعوني فاستجب له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له؟ لا يمكن يصحيك في الوقت ده إلا لو بيحبك. إذا قمت في الوقت ده افرحي، بيحبك ومش بشطارتك، بتوفيق الله. لو عرفت تصحى في الوقت ده يومين في الأسبوع، ما حدش يعملها كل يوم، واحدة واحدة، ما حدش يعملها ساعة، مش هتكمل كده، غلط غلط. نص ساعة، نص ساعة، وتصلي الفجر وتنام.